اسمك؟ سعيد. أمر. طيب طارق يعطيك العافية. الله يعافيك. إذا تحزر مين هذا اللاعب؟ إذا حزرته لك جائزة سريعة منا. لاعب كان لعب في الدوري الكرواتي، انتقل للدوري الإنجليزي مع توتنهام، بعدين بيلعب مع ريال مدريد حاليا. مين هو؟ لوكا مودريتش. لوكا مودريتش صحيح. طارق ممتاز. جائزة بسيطة منا اليوم. طيب سعيد يعطيك العافية. كيفك حبيبي؟ طبعا راح نسألك نفس ما سألنا زميلك قبل شوي، لاعب هسه مين هذا؟ ولاعب جديد، أول شيء كان لاعب مع تشيلسي الإنجليزي، بعدين في الفسبورغ الألماني، بعدين انتقل لمانشستر سيتي الإنجليزي، تعرف مين هو؟ عمار دي بروين. دي بروين صحيح عمار. طيب آدم حبيبي لاعب مع أندية ريال سرقسطة، بعدين مانشستر يونايتد، بعدين برشلونة، هو لاعب معتزل حاليا. معتزل؟ جديد معتزل. إبراهيم لعب مع ريال سرقسطة، بعدين مانشستر يونايتد، بعدين برشلونة، واعتزل برشلونة. مدافع. ايه؟ مدافع. شو اسمه؟ انت شو بعرف شو اسمه؟ مدافع. مدافع برشلونة؟ اعتزل. بكيه. بكيه بكيه صحيح. اصبت بالليل كله. والله شاطر. صعبة.